لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الثلاث 27 يوم. النهاردة القمر موجود في برج الأسد أو مازال موجود في برج الأسد. عندنا كمان أورانوس موجود في برج الحمل وفينوس موجود في برج الثور والشمس وعطارد والمريخ الثلاثة موجودين في برج السرطان والمشتري موجود في برج الميزان. وعندنا ثلاث كواكب مازالوا بيتراجعوا، زحل بيتراجع في برج القوس، وبلوتو بيتراجع في برج الجدي، ونبتون بيتراجع في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهارده عندهم القمر في منزل الحب، والنهارده مواليد الحمل ممكن يستمتعوا بحياتهم الاجتماعية والعاطفية، ويقدروا النهاردة كمان ان هم يحققوا تواصل هايل مع اولادهم وتواصل حلو مع الاحباب. نروح بعد كده لبرج الثور. برج الثور النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس او مازال في وضع معاكس من امبارح، وده بيخليهم ممكن يعني بعض مواليد الثور ممكن يشعروا باحباط، ومطلوب من مواليد برج الثور ان هم يقاوموا مشاعر الاحباط ويحاولوا يقوموا بواجباتهم وهم مستمتعين بيها، ويحاولوا ان هم يتجنبوا الدخول في جدال يؤدي لصدام عائلي او صدام اجتماعي. بعض مواليد الثور كمان ممكن يشعروا بميل ان هم يعيشوا في ذكريات مؤلمه فاتت، فمعلوش لازمه ان هم يسيبوا نفسهم للذكريات المؤلمه. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهارده عندهم الوضع الفلكي رائع، عندهم القمر في منزل العلاقات، وده بيدي مواليد الجوزاء قدره على ان هم يوضدوا علاقتهم بكل الناس اللي حواليهم، سواء كانت علاقات اجتماعيه او علاقات اسريه او علاقات مهنيه. النهارده هيعرفوا يتعاملوا بمنتهى الذكاء، ويعرفوا كمان يتعاملوا بعدل ويقفوا جنب الحق الى حد كبير. النهارده مواليد الجوزاء كمان اقول لهم يوم مناسب اذا عايزين تطلبوا حاجه او تعرضوا فكركم او رايكم او تتفاوضوا على حاجه انتم عايزينها. النهارده ممكن تكونوا موفقين في كل ده. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان النهارده عندهم القمر في منزل المال، وده بيخلي مواليد السرطان النهارده يقدروا ان هم يحققوا تطورات ماديه ومهنيه هايله، بس مطلوب منهم برضو ان هم يكونوا يقظين قد ما يقدروا، لان ما زال عندهم بعض الكواكب المعاكسه. نروح بعد كده لبرج الاسد. الاسد النهارده عندهم القمر في برجهم، وده بيديهم طاقه رائعه وبيديهم روح حماس. فاقول لمواليد الاسد استغلوا النهارده، عندكم ثقه في النفس هايله، هتقدروا ان انتوا تعملوا اللي انتوا عاوزينه وتفرضوا ارادتكم وتاثروا في اللي حواليكم وتلفتوا الانظار. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء النهارده عندهم القمر في المنزل ال 12، ومواليد العذراء النهارده عندهم القدره على ان هم يستعيدوا شيء ضاع منهم، ولكن يعني اقول لهم حاولوا ان انتم تعملوا بسريه وكتمان وتبعدوا عن الزهو بنفسكم قد ما تقدروا، وحاولوا تقاوموا برضو انكم تعيشوا في الذكريات المؤلمه، حاولوا تعيشوا في الحاضر. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهارده عندهم القمر في منزل الاصحاب، والنهارده ممكن يكون يوم مثمر جدا بالنسبه لمواليد الميزان. ممكن لو عندهم مشروعات خاصه يكون عندهم قدره على تنميه المشاريع الخاصه، والنهارده كمان يوم مناسب بالنسبه لمواليد الميزان عشان يقضوا اوقات حلوه مع اصحابهم. ممكن يوضدوا علاقات مع الاصدقاء، وممكن يعملوا صداقات.
صداقات جديدة، عندهم قدرة إن هم يبدأوا صداقات جديدة على أساس قوي وراسخ. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب للأسف مازال القمر في وضع معاكس معاهم، فنصيحتي لمواليد العقرب إن هم يقاوموا النهاردة مشاعر الشك والظن في الآخرين، وما يسيبوش نفسهم يكونوا فريسة للظنون والشكوك، لكن في نفس الوقت كمان مطلوب منهم إن هم يعملوا الواجب اللي عليهم على أكمل وجه، وعلشان يتجنبوا أي حكايات أو يتجنبوا إن حد يمسك عليهم أخطاء. نروح بعد كده لبرج القوس. برج القوس النهاردة عندهم القمر مازال في منزل الحظ، والقمر كده بيعمل لصالحكم جدا، وده بيديهم روح تفاؤل، وإن شاء الله يقدروا إن هما يحققوا مكاسب مالية أو يقوموا بسفر أو رحلة موفقة بإذن الله. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، وده بيخلي مواليد الجدي عندهم القدرة على التخطيط رائع للمستقبل، وممكن يلاقوا حلول لمسائل مالية عالقة من قبل كده. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة عندهم القمر في مواجهة برجهم، ومطلوب من مواليد برج الدلو إن هم يهتموا بالرد على الاستفزاز بأسلوب مقنع وبليغ. النهاردة مواليد الدلو ممكن يكونوا بيميلوا للعصبية أو للتسرع في الغضب، فعشان كده أنا بقول لهم نصيحة إن هم ما يسيبوش حد يستفزهم، ويحاولوا دايما تكون الرد بتاعهم بلباقة أو يتأنوا في ردود أفعال. وعموما مواليد الدلو من موهبتهم إنهم بيعتمدوا على المنطق، فاعتمادهم على المنطق هيخليهم في ردودهم أكثر موضوعية وأكثر منطقية. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم القمر في منزل العمل، وكمان في منزل الصحة، فده بيديهم إصرار على محاربة الفوضى، ويقدروا إن هم ينظموا حياتهم على أكمل وجه، وينظموا جهودهم، ويقدروا يقوموا باللي عليهم على أفضل وجه إن شاء الله. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهارده.